نفتح النقاش إذن عن هذا الموضوع وموضوعات أخرى متعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ينضم إلي من رام الله الدكتور عمر الغول، عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية. دكتور عمر، أهلا وسهلا بك في هذه الساعة القاهرة الإخبارية. دعني أبدأ معك مع المواقف الأمريكية وتطوراتها الأخيرة واستجابة الرئاسة الفلسطينية لهذه المواقف. الرئاسة الفلسطينية أصدرت بيان قالت أنها عبرت في هذا البيان عن ارتياحها لما جاء في خطاب حالة الاتحاد التي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي تناول في جزء منه ما يتعلق بغطاء غزة ومسألة القضية الفلسطينية. من أين تلقت الرئاسة الفلسطينية برأيك هذا الارتياح؟ أولا، ما تضمن خطاب الرئيس جو بايدن في حالة الاتحاد، أولا تشخيصه للواقع المفجع لأبناء شعبنا العربي الفلسطيني في محافظات قطاع غزة، من حيث الوضع المأساوي الذي يعيشه، وتشخيصه وتحديده وتبني لعدد الشهداء الذين سقطوا وعدد الجرحى، حيث أكد أن أكثر من 30,000 مواطن استشهدوا وجلهم من النساء والأطفال والشيوخ، فضلا عن عمليات التدمير والإبادة المختلفة. وثانيا، لأنه أكد على رفض وجود أي عوازل داخل محافظات القطاع أو استقطاع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا لتأكيده على أن حل الدولتين هو الحل الأمثل والأنسب لحماية أمن إسرائيل، وعلى إسرائيل أن تعيد النظر بسياسة القتل. وأيضا في السياق دعوته لهدنة مؤقتة لست أسابيع. بكل الأحوال، أنا أرى أن هذه الإيجابية التي رأتها القيادة بهدف تحفيز الإدارة الأمريكية لاتخاذ خطوة عملية متقدمة، لا سيما وأن مجرد الحديث عن هذه الإيجابيات هو كلام دون رصيد، لأنه ما قيمة أن تتحدث عن استشهاد ما يزيد على 30,000 وما يزيد على 72,000 جريح، وهناك ما يزيد على 10,000 مفقود، وعمليات تدمير طالت مئات الآلاف من الوحدات السكنية، وإخراج الجزء الأكبر دكتور عمر من المستشفيات والمراكز صحيح. الصحية. كنت أود أن أتناقش معك في هذه النقطة تحديدا. لو تذكر، بعد شهر تقريبا من بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، الرئيس بايدن نفسه خرج علينا في مؤتمر صحفي وقال أنه غير متأكد من الأرقام التي تصدرها السلطات الفلسطينية بشأن عدد الأسر أو عدد الشهداء أو عدد المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة. الآن يبدو أن الأمر تغير، هو يقول أن أكثر من 30 شهيد، هذا الرقم متسق مع ما تصدره السلطات الفلسطينية، وزارة الصحة الفلسطينية، بشأن الشهداء والمصابين في قطاع غزة. ما الذي تغير إذا لم يكن بايدن مقتنعا أو كان مقتنعا بهذا العدد؟ وما كنت أود أن أتحدث بشأنه. إذا كان هو متأكد من هذا الرقم ويتبنى، فهل مسألة الهدن المؤقتة تكفي لحماية أبناء الشعب العربي الفلسطيني؟ هل الهدن المؤقتة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب العربي الفلسطيني؟ هل الهدن المؤقتة تسمح بوقف التهجير القسري لأبناء الشعب العربي الفلسطيني؟ أم أن الذهاب فورا إلى وقف الحرب بشكل كلي وكامل؟ وإذا كان جادا الرئيس بايدن وإدارته بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وبحل الدولتين، لماذا لا يعترف بالدولة رسميا بالدولة الفلسطينية؟ ولماذا لا يسمح لهذه الدولة أن تحصل على عضوية كاملة في الأمم المتحدة؟ ولماذا يرسل مئات أو ما يزيد على 100 صفقة من الأسلحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي؟ ألا يعني الهدن المؤقتة استمرار وإدامة حرب الإبادة على الشعب العربي الفلسطيني؟ وليس في قطاع غزة فقط، وإنما في الضفة عموما وفي القدس خصوصا، العاصمة الأبدية لفلسطين. بالتالي على الولايات المتحدة أن تتسق وأن تتخذ قراراً واضحاً وصريحاً، وأن تكف عن عمليات
القول شيء والممارسة شيء آخر، لأن ما تقوله كويس جيد ونحن نوافق عليه، فضل اعطيني رصيد إيجابي لهذا الكلام، اعطيني ثمن، اعطيني إقرار باعترافك بدولة فلسطين، اعطيني إقرار بحماية الشعب العربي الفلسطيني من الإبادة. أنت تستطيع، ويتحدث عن إقامة ميناء عائم في غزة ويحتاج هذا الميناء لشهرين، هل ينتظر الشعب العربي الفلسطيني شهرين حتى يتم إبادته بشكل أكبر من خلال عمليات القصف والإبادة واستخدام كل أسلحة الدمار الشامل الكيماوية والجرثومية والمخضبة واليورانيوم وغيرها من الأسلحة الفتاكة والتجويع والأمراض والأوبئة التي تحدثت عنها والتي يذهب يوميا نتاجها عشرات من أبناء الشعب العربي الفلسطيني، وكل يوم تقتل ما يزيد على 63 امرأة فلسطينية في محافظات القطاع نتاج الجوع ونتاج عمليات القصف. إذن ما قيمة هذا الرصيف العائم؟ هل هو لإمداد الشعب الفلسطيني؟ لماذا لا تسمح بفتح بإدخال المساعدات الموجودة والملقاة على الأرض منذ شهور أمام المعبر معبر رفح المصري؟ لماذا لا تسمح بذلك؟ لماذا لا تسمح وأنت تستطيع وتمتلك كل أوراق القوة لفرضها على نتنياهو؟ كيف فرضت إقامة رصيف عائم على شواطئ غزة ولا تستطيع وتلقي المساعدات من الجو ولا تستطيع أن تفتح معابر أخرى في شمال غزة؟